احنا الخطوط الاولى ضد الارهاب والاحتلال التركي، يعني جاهزيتنا تمام والرفاق معنوياتها عاليه، وراح باذن الله انه يعني مسيطرين على الاوضاع 100%، وما راح نسمح انه القوات المرتزقه او الاحتلال التركي ما نسمح ولا بشكل من الاشكال انه يقرب اراضينا او اهالينا او مناطقنا. مثل ما تعرفون زاد هاي صوامع الشرقراق توجد بها قوات تركية وقاعدة تركية، ونحن واقفين إن شاء الله ضد الأمور هاي كلها، وراح بجميع المعنويات ما نسمح أنه نعطي شبر من أراضي. نحن على أطراف عين عيسى واقفين ضد الاحتلال التركي، وحاول أكثر من مرة يهجمون علينا يكسرون شوكتنا، وما يحسنون يكسرون شوكتنا إن شاء الله، لأن نحن واقفين على مبدأ، واقفين بشان أرضنا وشعبنا وطننا، وهم جاي لي هنا بشان المال وبشان تركيا مو أكثر. بالنسبة للهجمات التركية يعني مستمرة، ولكن يعني ما قاعد نعطيهم مجال وقاعد نتصداهم وما قاعد نسمح انه يقربون. يعني امبارح بالليل قاعد يتقدمون، فالرفاق اشتغلوا شغلهم ورجعوهم، يعني شيء كويس ترجعتهم كانت.